ممكن عقدة الورد كاب يا زلاتكو. ترجع الكرة مرة أخرى لأخويا المسك يعطي باس قالوا سجل قالوا سجل يحطها دي واحد بلاش يحطها دي واحد بلاش القناص واحد بلاش في باس من نمس المسك يخرجوا راس راس قالوا أنت وضميرك فرح كيريتس فرح إدارة الأخوية فرح انصر أخوية وارفع الكبرياء القطري بعد سيطرة كرة السعوديين 1-0 لنادي الأخوية 1-0 شوف إيش يعمل شوف إيش يعمل التاي وشوف المساكني شوف المساكني شوف المساكني يلعب واقف ويعطيك باس يجيب هدف يعطيك كرة ويسجل هدف هذا هو النمس هذا هو الجول يا دور اليوم دية لكن باس من المساكني أنت وضمير إعلامي الحضور الجماهيري متميز جدا اليوم في استاد عبد الله بن خليفة هنا في مدينة عاصمة قطر الدوحة تمشي كرة خطيرة وفرصة العالم الثاني الهدف الثاني للفريق القطري هدف ثاني من الرائع موسى هدف ثاني لموسى موسى 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 يسجل بالرأس ثاني الأهداف يسجل بالرأس ثاني الأهداف هدف أيلي سفر للأخوي القطري الآن الحكاية انتهت ما فيش شك ولا اختلاف الآن بجدارة وحقية واستحقاق وأفضلية هو كل الكلام في صلاحية التفوق للفريق القطري هدف أيلي سفر ما فيش كلام ما فيش كلام هدف مفاجأة هدف حظ تمشي مع الكرة مرة مش تمشي اثنين وثلاثة واضح جدا هذا المشجع الهلالي فهم اليوم أنه الأخوية أفضل الأخوية كان أفضل إصرار للانتصار أكثر رغبة في الفوز والتأهل راسية أولى راسية ثانية تبدأ عمق التراوري وأبو قرع والكرة ترجع السعودية هدف يقلب المباراة الدوسري خطيرة والهدف 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 هدف يقلب المباراة هدف يرجع الهلال هدف هلالي هدف أزرق عن طريق 13 سلمان الفرج هدف أول لنادي الهلال الهدف الأول للهلال الهدف الأول للهلال في دقيقة 18 من الشوط الثاني هنا التدخل القوي هنا الضغط يجيب نتيجة يعطي بالكرة الدوسري يدخل سالم الدوسري الدفاع القطري ما يتمركزش مليح والقادم من الخلف يضرب للأمام ليقدم الهلال من أجل مطلب تاريخي الأنصار ينتظرونه شعب الهلال يريد الربع النهائي في آسيا هدف سلمان الفرج نيل الأخوية اثنين ومن بعد يبدأ مسلسل البحث عن سيناريو معجزة آسيا 2013 أو دورتموند آسيا 2013 ضرب جزاء ما فيش كلام ضرب جزاء ما فيش كلام موسى يعرقل ويعيق القحطاني وياسر الكاسر يرجع ليكسر الجرة هذه المرة ويحصل ركلة جزاء غالية جدا للهلال شلهوب في كرة 2-2 كلو دمين يوقفها الأخوية في ربع النهاية ما زالت المباراة ذكرتها مرات إثارة آسيا روعة الأبطال روعة الدربي الخليجي الأخوية 2 الهلال 1 وفي ضربة جزاء في دقيقة تقريب 77 للنادي السعودي شلهوب الموهوب على كلود أمين الحارس هو حارس عارين الأخوية القطري شلهوب صعبة جدا على الفريقين صعبة جدا دقائق من نار اختيار اختيار فهل هو حسن قرار اختيار اختيار فهل هو حسن قرار حسن القرار 2-2 الزعيم 2-2 الهلال 2-2 الموج الأزرق الموج الأزرق يتعادل الموج الأزرق يعادل الشلهوب 2-2 ربع ساعة للتاريخ ربع ساعة نارية الهلال يرجع من بعيد الهلال يرجع من بعيد شلهوب وجول شلهوب كلود أمين وكرة في الشباك 2 الأخوية 2 الهلال 2-2 ومباراة الآن مثيرة الآن مباراة يتحدد فيها المصير شوف الكراتس شوف